أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من المستوى الأول عن تواصل لتساقط الأمطار خلال هذه الأمسية تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وخاصة على الهضاب العليا الغربية والوسطى، إذا أمطار بشكل زخات رعدية بحول الله. ما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس، ليتحسن الطقس لتصبح الأجواء غائمة جزئيا تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات. الرياح ستشتد على الواجهة الغربية تصل لغاية 70 كيلومتر في الساعة، أما جنوبا فالأجواء تبقى مستقرة، عاد السخنة والعالي ستنتشر على أقصى الجنوب، كذلك منطقة الثورة زوابع عملية ستنشط بكثرة على كل من مناطق الجنوب الغرب الشرقي، أقول منطقة الثورة لتلتحق على المناطق الغربية الداخلية. أما خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد درجتين فقط فوق الصفر على باتنا، مقاييس ما بين 11 لغاية 14 درجة على السواحل، 13 درجة على ولاية بشار، 11 درجة على ولاية تندوف، 14 درجة على تمنرة، سترتفع إلى لغاية 21 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى في ارتفاع على الواجهة الساحلية، مقاييس ما بين 23 لغاية 27 درجة، ننتظر 24 درجة على غردية، 22 درجة على تندوف، 33 درجة على كل من أدرار كذلك إن صلح، لترتفع لغاية 38 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد هناك تموج على الواجهة الغربية، الرياح ستشتد تصل لغاية 70 كيلومتر في الساعة، بينما بحر قليل اضطراب إلى مطر محليا على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، رياح ستشتد على الواجهة الوسطى تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة، تبقى ضعيفة على السواحل الشرقية. والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة بعض الأمطار على المناطق الوسطى وكذلك الغربية، أكثر استمرارية على الواجهة الساحلية الوسطى مع رياح قوية، بعض الثلوج خلال الصباح الباكر على المرتفعات والقمم الجبلية الغربية، بعض الأمطار على شكل زخات رعدية على منطقة الثورة، درجات الحرارة في استقرار. خلال يوم السبت نهاية الأسبوع تحسن في حال الطقس على الواجهة الغربية، لكن بقايا الأمطار على المناطق الوسطى تحت وقع الرعود، سحب عابرة على الواجهة الشرقية، أجواء مغشات ورعدية على منطقة الصحراء الوسطى كذلك أقصى الجنوب ومناطق الجنوب الشرقي. خلال بداية الأسبوع عودة الأمطار على كافة المناطق الشمالية على الواجهة الساحلية وحتى على المرتفعات والهضاب خاصة على المناطق الوسطى تحت وقع الرعود، رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية، أجواء رعدية على مناطق الصحراء الوسطى كذلك الحدود المالية الجزائرية ومناطق الجنوب الشرقي، درجات الحرارة دائما في استقرار لكن ترتفع على أقصى الجنوب. وقت غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 7:03. وللتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة، أشكركم على المتابعة، نهاية أمسية طيبة.